ونتمنى من الله ان شاء الله خير. الله يكون معاك والله الله يجيب لك الشفاء. امين يا ربي امين. وريو الناس الرجل ديالك. اذن متابعينا الكرام، صوره مؤلمه غادي نبداو بها هذا المباشر ديال هذه السيده هذه اللي عندها مشكل في الرجل ديالها. هو نوع من المرض اللي واقيلا نادر ياك قليل شويه. واخا السلام عليكم، القرب حداك ميكرو هضري معايا بجد باش الناس يسمعوك، راه ما كيسمعوكش. زيد شويه في الصوت الله يرضي عليك. واخا شنو المشكل، شنو المشكل ديالك لاله؟ انت المشكل اللي عندي خويا هو انا طحت عليها، بقيت كنمسد امي مرضوري على عروق ديال رجليا، دابا الدم ولا كيتحبس ليا فيها ما بقاش كتبغي تخشيني. واش عندك شي مشكل في الصوت؟ لا ما عندي حتى شي مشكل. ياك تقدريش هضري معايا شويه بزاف صافي باش الناس يسمعوك، باش النداء ديالك ما نكونوش بحال كبينا الماء في الرمله، الناس يسمعوك حتى هما. لحقاش مع جينا في الشارع كثرت السيارات، عندك مشكل ديال رجلك انت طحشي عليها؟ بقيت كنمسد، هذا هو السبب ديالي فيها. اييه صافي من تما مرضات ليا، ما عرفتش اشنو المشكل اللي عندي، بقيت من طبيب لطبيب لمده شي اش غنقول لك دابا راه 8 سنين. اييه من اللي عرفت العلاج ديالي غالي بزاف، يعني انا ديال الترويض غاليه، وباش بغيت نديرو هكا حصص يعني خاصني بحال 12 ريال في السيمانه، خاصني ثلاث حصص 6000 ريال الساعه. 12000 ريال في السيمانه 6000 ريال الساعه. انا باش غنخدم انا باش نخدم، كان بغي نحاول نخدم ولكن كيشوفوني الناس كتو غير ما كيبغي يخدم. عندك شي راميد؟ عندك شي امو؟ عندك شي؟ ما عندي حتى شي حاجه، انا بالنسبه للناس اللي معاك عائله شي واحد يقدر يعاونك؟ عائلتي با متوفي الله يرحمه، الخوت راه قرب حداك شويه ميكرو، كل واحد هز راسو. الزوج ديالك ولا شي حاجه؟ لا الزوج ديالي ما كيسوقش ليا، عندي بنيه وبنيه ما كيسوقش ليا، ما بهذا المفهوم هذا الزوج ديالك ما مسوقش. واخا شحال تقريبا العمليه اللي شحال كتكلف هذه العمليه اللي خاصك دابا انت ولاد العلاج اللي خاص؟ نقول لك خويا دابا انا حاليا اللي عرفت من الطبيب هو قال لي خاصك هذه الاله خاصك تاخذيها باش تبقاي ديريها يوميا، وانا باش غنشريها ما عنديش. انا كنطلب من الناس اللي بغى يتعاون معايا ما يعطينيش فلوس في يدي، اما يخلص لي الترويض او اللي يدفع لي في هذه الاله تيجيب الله اللي يكمل لي. انا باش يقولوا الناس على حساب الفلوس، انا حتى شي واحد ما يعطيني فلوس في يدي الا لو مشى دفع عمليه هو بنفسه في الترويض او لا في الاله، بغيت انا غير نتعالج ونصحك باش نخدم على بنتي الاول. نعاودو نوريكم متابعينا الكرام يعني الحاله الصحيه اللي وصلت لها مسكينه السيده هذه في رجلها، يعني كتشم غادو كتبدا تعرج شويه ورجلها تنفخات وحده يعني راه في حالتها الطبيعيه. فكنتمنوا من الله انه يكون شي محسن اللي يعاون هذه السيده هذه واللي يوقف معاها. شكون اللي كيعاونك في المصروف انت ووليداتك دابا وراجلك ما كيسولش في ولادو وما كيعاونكش؟ شكون اللي كيعاونك في المصروف؟ بحال هكا كيما قلت في العائله، كل مره كيعطيك شو هذا شويه هذا شويه، المهم رغم ذلك الخدمه ما كنقدرش نخدم. ياك ونتمنى نبقى واقفه بزاف وما نقدرش نزيد بها بمسافه طويله وما نقدرش نبقى جالسه بزاف. ياك ما كتقدريش تبقاي واقفه عليها بزاف وداك الشيء. ونتمنى من الله خير. متابعينا الكرام النمره ديال هذه السيده هذه هي انا نعاود نحطها لكم، هي 06032970008 هذه هي النمره ديالها. نتمنى من الله متابعينا الكرام انكم يعني ديروها اختكم او لا بنتكم او لا يعني اي حاجه، وبالتالي شوفوها يعني الناس كيتعاونوا معاها. وليدات ديالك مازال كيقراو بعدا؟ قرب حداك شويه ميكرو. مازال كيقراو؟ شحال عندهم من سنه دابا؟ عندي 8 سنين ونص. 8 سنين ونص هكا يعني حتى الوليدات، حتى الوليدات صغار. فكنتمنى من الله انه شي واحد ولا شي اخ ولا شي اخت شي حسنه مع هاد السيده هادي يشري ولاد الماكينه ولا يديو التعالج، المهم اي حاجه. متابعينا الكرام تبغي تقولي شي حاجه كلمه اخيره؟ حاجه وحده اللي كنطلب من الناس اللي ما عندوش باش يعاوني عاوني غير بالله يجيب لي الشفاء، وكنطلب من الناس يتعاونوا معايا وانا حتى شي واحد ما يعطيني فلوس في يدي يخلص لي الترويض واللي يدفع لي في هذه الاله. انا ما طالبت من الناس حتى شي حاجه الا ولو يتعاونوا معايا، هادشي اللي كنطلب من الناس. كنتمنوا من الله يعني متابعينا الكرام انكم تعاونوا معها ان شاء الله. متابعينا الكرام تبارك الله عليكم،
الى اللقاء.